مساء الخير لكل السادة المشاهدين، كل المستنيين مستنيين برنامجكم برنامج الناس والبرلمان. قبل ما ابتدي حلقتي النهاردة أحب طبعا أوجه رسالة لكل حد، كل حد بيحاول يترصد بدين الإسلام من خلال حملة غربية. أما الحملة الداخلية فهي رسالة سلام. بنشكر فيها كل إخواننا الأقباط، كل إخواننا المسيحيين اللي فعلا نزلوا هاشتاج قوي جدا إلى رسول الله. يعني حتى المسيحيين في مصر بيقولوا الكلام ده وبينزلوه على صفحاتهم. من هنا أنا بوجه ليهم رسالة تحية من برنامج الناس والبرلمان ومن قناة الجميلة جدا، القناة الفعلا الهادفة، قناة الصحة والجمال، وتقريبا كل مدينة الإنتاج الإعلامي بتوجه لهم تحية فوقوفهم مع أخوانهم المسلمين في هذه الحملة الغربية الشرسة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، رسول عليه الصلاة والسلام. طبعا العالم كله اتكلم عنه وكلنا زعلنا، كله زعل إن ممكن حد يفتكر ان هو هيمس قيمة ومقام الرسول في قلوبنا. محدش يقدر ده يدافع، بيجيله الدفاع من المولى عز وجل. بشكر وبحيي كل اخواننا المسيحيين اللي فعلا ايد واحدة دايما معانا في الحلو وفي الوحش. بشكرهم من قلبي. نرجع تاني لحلقتنا الناس والبرلمان، البرنامج اللي بيتكلم، وقلنا هنبتدي ونتكلم على محافظة القليوبية. لسه احنا في محافظة القليوبية، لسه احنا في مراكز كفر شكر ومراكز بنها. لما نبتدي نتمشى شوية ونبتدي ندخل من بنها وناخد طريق الرملة وميت العطار وطحلة، وندخل على منطقة جميلة جدا، منطقة على النيل، منطقة تسمى دجوة وساحل دجوة، منطقة فيها أهلنا وفيها إخواتنا، فيها ناس عانوا من بعض المشاكل. إحنا هنا هنبتدي نظهر ونظهر مشاكلهم ونعرضها لهم. مشاكل إحنا بنظهرها زي ما قلنا قبل كده بغرض الحل. إحنا ما بنظهرش مشاكلنا بغرض إن إحنا نحط سبوت على مشكلة وعلى سوء استخدام وعلى سوء إدارة، لأ. المشاكل زي ما قلنا والأخطاء موجودة دايما، الأخطاء موجودة، لكن إحنا بنظهر علشان نوجد لها حلول وعلشان تتم وتكون مطروحة قدام وأمام مجلس النواب القادم اللي ابتدى وابتدت الانتخابات بقوة. أحب أشكر الهيئة الوطنية المسؤولة عن الانتخابات والسيد المستشار لشين إبراهيم، فعلا بيقوم بدور عظيم في الفترة السابقة ودلوقتي. ومن هنا بنناشد المواطنين، انزل وقول رأيك، انزل وشارك في هذا العرس الانتخابي، انزل وقول اللي انت عايزه، اكتب اللي انت عايزه، موافق او رافض، انزل. لازم صورتنا قدام العالم ان احنا بنشارك دولتنا في هذا العرس الانتخابي الرائع والعظيم. ومن هنا بنبتدي ندخل أكتر في منطقة دجوة، فيها مشاكل، فيها بيوت موجودة في حيز النيل أو في طرح النيل زي ما بيقولوا. هنعرض التقرير ده هيبقى موجود فيه وهتسمعوا فيه المواطنين وهم بيتكلموا عن مشكلتهم. ياريت طاقم الإعداد اللي أنا بشكرهم فعلا بيتعبوا معانا، نطلع فاصل نسمع التقرير ونيجي نعقب عليه. اتفضلوا معنا للفصل. انا حضرتك احكي ان المشكله هنا البلد في هنا تعبانه خالص. اولا ايجار غالي، مفيش عمود كهرباء، مفيش طريق لا متسفلت ولا في اي حاجه، يعني مفيش مثلا حضانه، مفيش مثلا حد بيعمل لنا مدرسه، مفيش ملعب كوره، مفيش اي حاجه.
عشان الواحد مننا يعيز شاب يعني من الشباب يمارس حاجة يمشي جي 5 كيلو. والناس هنا يعني محدش فاكرنا ولا حد بيجي لنا في حاجة. قدمتوا شكاوي ولا ما قدمتوش؟ قدمنا يجي 20 شكوى. طب والرد كان ايه؟ والرد ما فيش حد بيعمل لنا حاجة. احنا دلوقتي ان احنا دلوقتي احنا ناس ساكنين على خط النيل اللي هو المساكن اللي احنا قاعدين فيها دي تبع الحكومة، بندفع لها كل سنة أجار. طبعا الحاجات ديت من ايام ابويا ومن ايام جدي، كل العالم دي كانت ايام ما كانت موجوده من زمان، خدت بالك؟ فطبعا دلوقتي الايجار عادي، الايجار غالي والايجار غالي، فطبعا احنا طبعا ما فيش، الظروف بتاعتنا صعبه، ما فيش شغل والدنيا واقفه، وبعدين عاوزين يعني يشوفوا الايجار ده مثلا يخف علينا شويه، لان ما الدنيا واقفه خالص واحنا ظروفنا وحشه، والطريق عايز السفلت اول حاجه، وتاني اهم ما فيش شغل للناس الغلابه، الناس الغلابه كتير قاعده ما فيش لها شغل، خدت بالك؟ فعاوزين حد ربنا يكرمه ويشغل لنا طريق ويظبطه ويشغلنا ويجيب لنا شغل نشتغل. طب وانتوا قدمتوا شكاوي بالنسبه للطلبات ديت ولا ما قدمتوش شكاوي؟ احنا اتكلمنا كتير، اتكلمنا كتير وقلنا على الحاجات دي، بس ما حدش الرد كان يقول لك خلاص هاتوا بس الورق ونعمل كذا 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 كذا، وفي الاخر ما فيش حاجه، ما فيش حد بيعمل الحاجات دي وما فيش واحد مسؤول ان هو يعمل لنا الحاجات دي. فعاوزين ان احنا ربنا يكرمنا الايجارات دي تخف علينا، ومن ناحيه ثانيه الظروف وحشه، الناس الغلابه كتير، وعاوزين ربنا يعني يخف علينا في الايجار. يعني احنا بقالنا 3 سنين دلوقتي ما دفعناش ايجار، وقاعدين ما فيش شغل، وكل العمليه من 1700 جنيه ولا كل العمليه نايمه. انبع لكم وجيبوا خرايط وجيبوا بتاع ودفعنا الفلوس، ولحد النهارده ما فيش حد سال فين خالص الكلام ده. يعني احنا دفعنا 1700 جنيه عشان الخرايط، وقال لك انبع لكم البيوت وكده، وقدموا خرايط وخدوا الفلوس مننا، وكل حاجه مشيت على كده لحد النهارده. بقى لنا الكلام ده بقالي سنه ونص اهو، وبندفع 3-4000 جنيه في السنه. وبرضه حضرتك يعني انا واحد انا ساكن في البيت دوت، البيت هيقع وما ينفعش ان احنا نبني، فالمفروض ان واحد برضه يتدخل يعمل لنا قانون تصالح زي ما عمل للناس اللي هي في الارض الزراعيه. وموضوع المجاري، احنا قاعدين هنا ما فيش مجاري ولا في اي حاجه برضه، يعني طريق عايز السفلت ومجاري، وان احنا نعرف نبني يعمل لنا تصالح او حاجه زي كده، وموضوع الايجار برضه ويهون علينا في الايجار، يعني علينا في كل حاجه، يعني الايجار برضه غالي علينا، ما فيش شغل. اولا احنا قاعدين من غير شغل، احنا ناس ارزاقيه على باب الله، برضه يعني عايزين واحد مسؤول يتكلم، لان كله بيجي يتكلم انا هعمل انا هعمل، ما بيعملوش، ما فيش حد بيعمل. يعني كل اللي يجي يقول لك ايه، هات لي بس ورق وهات لي اسامي الناس، وفي الاخر ياخد الاسامي وفي الاخر ما جاش ولا حد. في بلد قبلنا هنا كفر طحله، في طحله قالها استغنوا للري وملكوهم وظبطوهم وظبطوهم الدنيا. انا في اول الطريق على فكره ولا مجاري، والطريق عايز تتردم، قالوا هنردمها وما ردمهاش، ولا في مجاري ولا في اي حاجه خالص. طب مش معنى البلد اللي قبل مننا اتملكت، الري كله اتملك بلدين. هنا ولا في تمليك ولا في اي حاجه. وقدمتوا شكاوي، وخلي بالك كل الموظفين وكل اللي رايح واللي عايز ياكل ويشرب منك، بس مفيش حد بيعمل حاجه. الترعه جالها ردم مره واثنين وثلاثه، ما تردمتش ليه؟ بتروح لمكان ثاني. ايوه، واحد دفع، واحد ما ربنا كرمه شويه دفع قرشين خد. مفيش الترعه دي مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، من 5-6 سنين عايز تردم، هو جالها رد، والمهندسه جت وخدت المقايسه وهتردم الترعه وما تردمتش. فين المجال؟ هات لي كده من امشي 3 كيلو كده مش هتلاقي مجال، وامشي كده 5-6 كيلو مش هتلاقي مجال. نعمل على حسابنا. الصرف عندكم ازاي؟ الصرف عاملين خزانات. والترعه كل اسبوع، والترعه انا عايزك تمشي على الطريق ده تلاقي البيوت كلها مياله من الترعه. ما بيردموهاش ليه؟ طب رادمين مناطق ما لهاش اي لازمه، ما بيردموش الحاجه ورجعنا لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد التقرير اللي عده لنا ابراهيم عماد وصوره مصور بحريه. تقرير صادم شويه. تقرير ممكن يخلي الدمعه تنزل من عين اللي بيحب البلد وبيحب المواطن المصري. كوكتيل مشاكل. سمعنا كوكتيل مشاكل. شفت ايها المواطن، شفت قرية ومنطقة تسمى ساحل دجوة بعيدا عن المحافظة وخدماتها، بعيدة كل البعد عن المحافظة وخدماتها.
فعلا لو دخلت ونزلت زي ما احنا نزلنا هتلاقي حتى ما فيش كوبري الناس تمشي عليه على الارض. ده بيربط مجموعه من العزب، منطقه خشبيه صغيره جدا، من الممكن ان اطفال يقعوا عليها ويقعوا في الترعه. تبتدي تدور على الاناره، مفيش اعمده اناره بالليل، بتمشي بالموبايل وكشافه. تبتدي تتفرج تلاقيهم قاعدين في مساكن، اكتر من 500 بيت قاعدين في مساكن ايجار من وزاره الري، والايجار كمان بيزيد عليهم. ونرجع نقول المواطن بيزعل ليه؟ ما هو بيزعل علشان عايز الايد الحنينه، والايد الحنينه بتكون من المسؤول الاول عن المحافظه. ومن هنا بنناشد السيد محافظ القليوبيه الخدوم الجريء اللي بيتحرك، اللي فعلا كل مره بيتحرك وبيلف اكتر من كده، وعشان كده نقدر نتكلم معاه بقلب جامد وبحب واخلاص، لانه هو مخلص، يهتم بساحل دجوة وبمشاكلها، يعمل لهم مركز شباب. هنرجع نتكلم من اقصى اليمين او من اقصى الشمال لاقصى اليمين عن جمجرة. جمجرة احدى مراكز كفر شوك، احدى مراكز او اخر مركز من بلد. جمجرة بداية طريق كفر شكر. جمجرة فيها مشاكل. معانا تليفون واتصال هاتفي من احد المواطنين، وهو احد كوادر حزب الوفد، احد المواطنين في قرية جمجرة، هيحكي لنا ويقول لنا نبذة مختصرة عن مشاكل قرية جمجرة. معانا الاستاذ جمال تقريبا على التليفون. ايوه معك سعادتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك أيوة. جمال عبد الحليم خليل، السكرتير العام لحزب الوفد ببنها. في البداية أتوجه بكل الشكر والتقدير والعرفان لقناة الصحة والجمال وكل المسؤولين عن الإدارة فيها. أشكر فريق العمل لهذا البرنامج، شكرا للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن لهذا البرنامج الجماهيري. أردت الدخول في هذه المداخلة لأوضح لكل من يمل الأمر، سواء في المحافظة أو أجهزة الدولة، جزء من هذه المشاكل. في قرية جمجرة الجديدة مركز بنها، بناء على طلب أعضاء حزب الوفد بجمجرة الجديدة أيمن سالم وعصام عز وإبراهيم سراج وأحمد عمنهم ممدوح رزق علاء القطان، بنحييهم كلهم. عن أهالي جمجرة الجديدة بيتضررون من خط الطرد الخاص بالصرف الصحي المجاري، معدم ومتهالك، والبيارة مكسورة ومسدودة، المجاورة أمام منزل رضا عبادية وعصام عز نظرا لإهمال المقاول التابع لشركة المقاولين العرب وجهاز الصرف الصحي ببنها لعمل بنية تحتية لهذا الخط دون المواصفات الفنية. والآن مياه الصرف تسبح في هذا المكان، وهذا طريق رئيس عام أمام القرية المتوجه إلى قرية الشوق. وناشد السيد المحافظ وزير الإسكان بوقف أعمال الرصف المقامة حاليا وإصلاح العطل قبل عملية الرصف. كذلك هناك مشكلة أخرى في قرية جمجرة الجديدة، وهي أن المياه غير صالحة للشرب. في عملية مياه جمجرة الجديدة الناس معتمدة على الفلاتر الموجودة في الشوارع بتملى منها، ومعتمدة على المياه المعدنية بيشتروها من مصنع المياه المعدنية المجاور لقرية جمجرة الجديدة. أرجو عمل دير جديد لعملية مياه جمجرة الجديدة يكون صالح للشرب، لأن شركة المية المعدنية بركة سحبة خط من هذه العملية الخاصة بجمجرة الجديدة مؤثر على عملية المياه في جمجرة الجديدة. عايزين خط لوحدنا لأهالي القرية، ويا ريت شركة المياه هي اللي تعمل الخط، تعمل خط لنفسها. المشكلة في مشكلة تانية في مدينة بنها، عايزين في لا يوجد أي ممر أرضي يعبر فيه المواطنين أصحاب الحالات الحرجة المتجهين من عزبة السوق ومنشية النور ببنها. تمام. بجوار بنزين الكاميليا. عايزين نعمل نفق احنا وصلنا كل مشاكلك الخاصة بمنطقة جمجرة ومنطقة بنها والكوبري بتاع بنها. احنا بنناشد السيد المحافظ انه يهتم اكتر بمشاكل بنها ومشاكل جمجرة ومشاكل ساحل دجوة. ومن هنا احنا
بنوجه فعلا تحية لكل مواطن خايف على بلده وبيتكلم بنفسه وبيتكلم باسمه وبيذكر اسمه لانه هو فعلا خايف على بلده. مش مهم ان هو يظهر اعلاميا، المهم ان هو يظهر المشكلة ويحاول نوجد لها حل، وباذن الله احنا وبرنامجنا هنضغط اكتر وهنوصل اكتر ان احنا نحل مشاكل الناس ومشاكل المواطنين. ومن هنا احنا برنامجنا البرنامج الجميل، برنامج الناس والبرلمان، البرنامج اللي فعلا بيهتم بمشاكل الناس. ومن هنا جمجرة ليها مشاكل، جمجرة زي ما قلنا يا جماعة، جمجرة بيتكلموا ان هم عايزين يشربوا مية نظيفة، ما بالك شغالين بالمجاري وشغالين على مية في بعض المناطق شغالة على المية المعدنية. لا، لازم نهتم. كوبري بنها الواصل اللي هو الواصل في منطقة عزبة السوق، منطقة منشية النور، الكوبري السلالم اكتر من 160 سلم، لو راجل عجوز او ست عجوزة تبتدي تتحرك ازاي يا جماعة؟ لا يا جماعة، لازم في شوية تخطيط. قلنا في بعض التقصير من ممكن يكون من موظفين صغار، الموظف الصغير أو المقاول الصغير، ممكن مقاول خطط غلط، مقاول اشتغل غلط، المقاول ده بيؤدي بوقيعة ما بين الشعب وما بين الإدارة السياسية. فإحنا عايزين نقص ونطلع ونخرج مننا الموظف الصغير اللي بيعمل مشكلة ما بينه وما بين الشعب، ما بين الشعب وما بين الإدارة السياسية، علشان نفضل طول عمرنا بنحب بعض. وإحنا برضو هنفضل نقولها، إحنا مهما الزمان جه علينا إحنا بنحب البلد وخايفين على البلد وبنحب دولتنا، وفعلا عايزين اللي جاي أحسن. ومن هنا من برنامجنا، برنامجكم، برنامج الناس والبرلمان، بنحيي وبنهنئ كل مواطن بالمولد النبوي الشريف وكل مواطن بالعرس الانتخابي القوي القادم. وانزل شارك علشان فعلا يبقى عندك بنية تحتية صح، علشان يبقى ليك صوت في البرلمان، علشان تنتخب صح. ولو لا قدر الله حصل اخطاء او حصل مشاكل، احنا مش هنموت، احنا مش هنقف، احنا هنكمل في تقدم مصر وبلدها. وتحية لمصر والجيشها ولشعبها، وشكرا لكم، وأستناكم وأنتظركم في الحلقة القادمة من برنامجكم الناس والبرلمان.